أيوة، معلمة الألوان سمر علاء الدين من مدرسة الريان الابتدائية الأهلية. في الدرس السابق تعرفنا على العادات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة جسمي. العادات الصحية بصورة سريعة، أختار واحد من الحلوين، مصطفى بشار. يلا يا مصطفى، ما هي العادات الصحية يا مصطفى للحفاظ على صحة وسلامة جسمي؟ لازم أمشي، لازم أركض، مصطفى ما دا أسمع صوتك، الصوت متقطع. أعتذر منك يا حلو، أختار تلميذ آخر. زينب وسام، يلا يا زنوبة، نعم سانسي. ما هي العادات الصحية يا زنوبة للمحافظة على صحة وسلامة جسمي؟ النوم مبكرا ممتاز والطعام الصحي ممتاز. وبعد والركض ممارسة الرياضة وأساعدك تفريج الأسنان وتغيير الأسنان وغسل اليدين. وغسل اليدين والاستحمام. ممتاز يا وردة، بارك الله فيكي. شكرا يا زنوبة شكرا. وحبيبتي، هاي العادات الصحية اللي أحافظ بها على صحة وسلامة جسمي. اليوم ناخذ الفصل الثاني، الدرس الثاني، الغذاء الصحي. الغذاء الصحي كذلك الغذاء اللي أتناوله يحافظ على صحة وسلامة جسمي، يحافظ على أعضائي. ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ شو اللي موجود أمامي بهذه الصورة؟ أختار واحد من الأبطال يشاركني. جنة علي، يلا يا جنة. جنة، الطعام الصحي، أهلا يا جنة، كيف حالك يا حلوة؟ بخير. الحمد لله. ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ شنو عندي موجود بالصورة؟ الفواكه والأطعمة الصحية ممتاز، الأطعمة والغذاء الصحية. الصحي زين، أسألك يا حلوة، لماذا نتغذى؟ على مود نمو الجسم ونصير أقوياء. ممتاز يا بطلة، وبارك الله فيكي. شكرا سانسي. شكرا يا حلوة. نتغذى، احنا هاي الصورة اللي امامكم مثل ما قلت لنا جنة، انه هو الغذاء الصحي الفواكه والخضروات. عندي غذاء صحي، مجموعة من الأغذية الصحية. لماذا نتغذى؟ لننمو ونكبر ويصبح نحصل على طاقة. الغذاء ينطيني طاقة ويقوي مناعتي. فإذا سأتعلم في هذا الدرس أن الغذاء ضروري لأجسامنا، الغذاء ضروري لأجسامنا. مجاميع الغذاء متنوعة، راح نتعرف أنا وياكم على مجاميع الغذاء اللي هي 6 مجاميع، نتعرف عليها بعد مشاهدة الفيديو. أطلب منكم يا أبطال التركيز على الفيديو اللي راح يظهر أمامكم. يا أبطال، زارنا اليوم في المدرسة أخصائي التغذية، حدثنا عن الغذاء الصحي. وماذا قال يا فواز؟ تحدث عن ضرورة تناول الغذاء الصحي المتنوع وأهمية ممارسة الرياضة يومياً، وشجعنا على الإكثار من شرب الماء. مائدتنا بها الكثير من الأكل الصحي المتنوع، رز ولحم وخضار ولبن وسلطة وفاكهة وماء. لقد وضعت الرز وقطعة من اللحم في صحني يا أمي. هل يعتبر غذائي صحياً ومتنوعاً مثل ما قال فواز؟ أضيف السلطة حتى يكون طعامك متنوعاً. حسناً يا أمي. إذا أردت أن يكون جسمك صحياً يجب أن تنوعي في الطعام، فلكل نوع فائدة مختلفة. طبقك الآن متنوع، به اللحم
والخضار والأرز، وهذا كوب لبن، وتذكر الفاكهة. أحب أن يكون طعامي منوعاً لأنعم بصحة جيدة. شكراً لكم على هذه المعلومات. وأنا أيضاً أحب أن يكون غذائي منوعاً وليس فقط أرز. تفضل، هذه قطعة لحم وقليلاً من الخضار المطهي والسلطة الخضراء الطازجة، وهذه حبة فاكهة. وتذكر شرب الماء طوال اليوم. الآن أصبح لدي طبقاً مكتملاً ومفيداً. شكراً يا أطفالي الصغار لحسن الإصغاء. درسنا لهذا اليوم اتعرف على الغذاء الصحي. الغذاء الصحي ومجموعة الأغذية والهرم الغذائي. ما معنى الغذاء الصحي؟ مثلا الآن أشبه لكم يا مثال بسيط، الساعة اللي موجودة بالبيت، الساعة اللي عندي تشتغل الساعة على البطاريات، البطاريات من أضعها بالساعة تشتغل الساعة، من تخلص البطاريات توقف الساعة، تتوقف بعد ما تشتغل، إنه لأن البطاريات زودتها بالطاقة. كذلك جسمي، أنا من أتناول الطعام شنو الطعام ينطيني جسمي؟ ينطيني طاقة. كل أنواع الغذاء الصحي اللي موجود أمامكم بالصورة، الفواكه، الخضروات، اللحوم، الحليب، الأجوان، كل أنواع الغذاء الصحي يمد جسمي بالطاقة ويجعلني أنمو أكبر وينطي جسمي مناعة. مثال آخر من حياتنا اليومية، السيارة تحتاج إلى شنو يلا تتحرك السيارة؟ سيارة بابا تحتاج إلى بنزين، في حالة أم تتمدها بالطاقة وتتحرك. في حال خلص البنزين تتحرك بعد السيارة تمشي؟ لا، إلا ننطيها بنزين يلا نمليها بالبنزين يلا تتحرك السيارة. كذلك أجسامنا تحتاج إلى شنو؟ أنتوا خلال مرحلة نمو تحتاجون إلى الغذاء الصحي، الغذاء يمد جسمي بالطاقة ويجعلني أنمو أكبر. فإذا ما هو الغذاء الصحي؟ الغذاء الصحي هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء. ما هو الغذاء الصحي؟ هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء. أريد ترددون بعد يا أبطال، ما هو الغذاء الصحي؟ حسين، ما هو الغذاء الصحي؟ هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء، يعني فواكه وخضروات ولحوم وأرز ومعكرونة وبيض وكذلك سكريات بس بكميات قليلة. ما هو الغذاء الصحي؟ أريد تكررون بعدي، هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء. ما هو الغذاء الصحي؟ ممتاز يا كوثر ويا سيوفي. ما هو الغذاء الصحي؟ هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء. ما هو الغذاء الصحي؟ هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء. ما هو الغذاء الصحي يا حسين؟ يلا يا حسين ردد بعدي، هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء. محمد سرمد، ما هو الغذاء الصحي؟ هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء. ممتاز يا أبطال، ما هو الغذاء الصحي يا دالين؟ هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء، يعني كل أنواع الغذاء اللي أنا أتناوله يكون غذاء صحي، فواكه، خضروات، نشويات، ولحوم، وأجبان، وألبان، هاي كلها غذاء صحي. أنا من أتناول الغذاء شنو ينطي جسمي؟ طاقة. شنو ينطي جسمي؟ طاقة، يجعلني أنمو أكبر. إذا الغذاء أنا من أتناوله شنو ينطي جسمي يا مصطفى بشار؟ نعم شانشي يا مصطفى الحلو، أنا من أتناول الغذاء شنو ينطيني الغذاء؟ طاقة للجسم. طاقة للجسم، ممتاز يا بطل، شكرا يا مصطفى. عفو حبيبي. إذا الغذاء الصحي هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء. نعم يا ضي. نعم سانتي. يا حلوة،
ما هو الغذاء الصحي يا باي؟ هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء. زين، الغذاء شنو ينطي جسمي يا باي؟ طاقة. طاقة ويجعلني أنمو وأكبر. شكرا يا حلوة، بارك الله فيك. إذا الغذاء يا أبطال هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء. أنواع الغذاء هواية، قسموا لي المجاميع الغذاء إلى ستة. كم مجموعة؟ ست مجاميع. قسموا الغذاء الصحي إلى ست مجاميع. الغذاء الصحي كم مجموعة قسموا لي إياها؟ إلى ست مجاميع. ممتاز، أشروا لي بالكاميرا. الغذاء الصحي قسموا لي إياه بست مجاميع. كم مجموعة؟ ست مجاميع. الغذاء الصحي هو قلنا كل أنواع الغذاء، فقسموا لي إلى ست مجاميع. كم مجموعة غذاء قسموا؟ ست مجاميع. كم مجموعة؟ ستة. ممتاز يا أبطال، كم مجموعة الغذاء الصحي؟ ستة. ممتاز يا أبطال، ممتاز يا حلوين. الغذاء الصحي هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء، قسموا لي إلى ست مجاميع. راح نتعرف أنا وياكم على أول مجموعة. على أول مجموعة مجاميع الغذاء الصحي. أول مجموعة مجموعة الفواكه. مجموعة الفواكه اللي بكل أنواع الفواكه، التفاح والعنب والرمان والأناناس والموز والفراولة والكرز، كل أنواع الفواكه. أول مجموعة يا مجموعة مجموعة الفواكه. أول مجموعة مجموعة الفواكه، الفواكه بكل أنواعها. أختار واحدة من الأبطال يعدد لي الفاكهة الموجودة بالصورة. فاطمة الزهراء، يلا يا فطومة. نعم سانسي. أهلا يا فطومة، يلا يا حلوة عددي لي الفواكه الموجودة أمامك بالصورة. كرز. ممتاز، وبعد فواكه. ايه هي، شنو هي الفواكه اللي امامي بالصوره؟ عدديلي. موز. ممتاز، موز، عنب، تفاح، وفراوله، وكيوي، فراوله، واناناس. ممتاز يا حلوه، شكرا يا بطله، بارك الله فيك. العفو حبيبتي. إذا مجاميع الغذاء ستة. أول مجموعة نتعرف عليها مجموعة الفواكه. أنا من أتناول الفواكه شنو ينطي جسمي؟ طاقة وأنمو أكبر. الفواكه من أتناولها شنو تنطي جسمي؟ طاقة وأنمو أكبر، ويقوي مناعتي، يقوي مناعتي. هاي أول مجموعة مجموعة الفواكه. المجموعة الثانية مجموعة الخضروات. أول مجموعة الفواكه، قلنا الفواكه بكل أنواعها تمد جسمي بالطاقة وأنمو أكبر وتقوي جهازي المناعي. المجموعة الثانية اللي هي الخضروات. مجموعة الخضروات، أختار واحدة من الأبطال يعدد لي الخضروات الموجودة بالصورة. سيف ذو الفقار، يلا يا سيوفي. نعم شانسي. يلا يا بطل، عدد لي الخضروات الموجودة بالصورة اللي أمامك اللي دا أشير عليها. أكو خضروات، خضار، أكو طماطة، فلفل أحمر، فلفل أصفر، باذنجان، وجزار وخس. شكرا يا بطل. وشجار وخس. شكرا يا بطل. وبطاطا. عندي أنواع الخضروات، كل الخضروات اللي موجودة اللي هي طماطم وجزار وخيار وفلفل أخضر بأنواعه وباذنجان، وعندي خس ولهانة وبطاطا، كل أنواع الخضروات. ماذا تعطي الجسم يا أبطال؟ تعطيني طاقة. ماذا تعطيني الخضروات؟ طاقة وأنمو أكبر وتقوي جهازي المناعي. إذا أول مجاميع الغذاء الصحي، قلنا الغذاء الصحي ست بست مجاميع. أول مجموعة مجموعة الفواكه. مجموعة الفواكه ماذا تعطيني الفواكه؟ تعطيني
الطاقة وأنمو أكبر وتقوي جهاز المناعي. المجموعة الثانية مجموعة الخضروات. الخضروات اللي هي كل أنواع الخضروات هم تنطيني طاقة، الغذاء اللي أتناوله ينطيني طاقة وتقوي جهازي المناعي وأنمو أكبر. عندي هاي المجموعة الفواكه والخضروات أحصل من عندها فيتامين اللي هو يا فيتامين سي. أشبه لكم الفواكه والخضروات شلون الأخوان التوأم بالبيت أو الصديقات الاثنين اللي ما يتفارقون دائما. الفواكه والخضروات أشبه لكم إياها بالخوات الاثنين، اثنيناتهم شنو ينطوني من أتناولهم؟ فيتامين سي. طبعا هي مجموعة فواكه ومجموعة خضروات وكل خضرة لها فيتامين معين، بس دائما هي شنو تنطيني الخضروات والفواكه؟ فيتامين سي. شنو تنطينا الخضروات والفواكه يا أبطال؟ فيتامين سي. الخضروات والفواكه يا فيتامين تنطيني؟ فيتامين سي. خصوصا في كورونا شلون قوي جهاز المناعي، والله يحفظكم يا ربي، ان تتناولون الخضروات والفواكه نحصل من عندها فيتامين سي. شو نحصل من عندهم؟ فيتامين سي. اول مجموعه الفواكه، ثاني مجموعه الخضروات. من تمارة؟ يلا يا تمارة عددي لي مجاميع الغذاء يا تمارة. نعم سانسي. أهلاً يا تمارة، يلا يا حلوة عددي لي مجاميع الغذاء. خرز. لا يا مجموعة هاي نسميها مجموعة الفواكه. الفواكه، مجموعة الفواكه. والمجموعة الثانية شو نسميها؟ مجموعة خضروات. الخضروات، مجموعة الفواكه. زين أنا من أتناول الخضروات والفواكه يا فيتامين تنطيني؟ يا فيتامين سي. فيتامين سي، ممتاز يا حلوة. زين أنا من أتناول الخضروات والفواكه تنطيني طاقة؟ تفيد جسمي؟ إي تنطيني حتى أصير أتقوى. ممتاز يا بطلة، وبارك الله فيكي. شكرا يا تمارة. إذن أول أعدلها؟ ممتاز يا حلوة. أول مجموعة، مجموعة الفواكه، قلنا الفواكه بكل أنواعها، ومجموعة الخضروات، وشبهت لكم الفواكه والخضروات اثنيناتهم مثل الخوات الاثنين، تنطي جسمي فيتامين سي، واثنيناتهم تنطيني طاقة وتقوي جهازي المناعي. ننتقل إلى المجموعة الثانية اللي هي مجموعة رقم ثلاثة، مجموعة الحليب. مجموعة الحليب، الحليب مجموعة ثلاثة، مجموعة الحليب اللي بأنواع الأجبان، القمر، الجبن، الزبد، هاي كلها مجاميع الحليب. الحليب عندي مجموعة الحليب اللي يشمل لي الألبان، الأجبان، اللبن، الجبن، الزبد، القشطة اللي هو الديمر اللي احنا نتناوله، هاي كلها مجموعة الحليب. مجموعة الحليب شنو امامي بالصورة هنا؟ حليب وجبن وزبد، كلها تنطي جسمي طاقة، انمو اكبر وتقوي جهازي المناعي. زين شنو فائدة الحليب الاسنان وعظامي؟ أحمد سرمد، يلا يا أحمد. أحمد؟ نعم سانسي. أهلا يا أحمد. أحمد حبيبي، الحليب أنا من أشربه يفيد أسناني وعظامي؟ نعم. نعم، شنو ينطيني أسناني وعظامي؟ شلون يقويهم؟ شنو ينطيهم؟ الحليب شنو ينطي عظامي والأسناني على مود تصير قوية وحلوة؟ قوة. الكالسيوم. أنا من أشرب الحليب شو ينطيني؟ ينطيني شنو؟ كالسيوم. كالسيوم، ممتاز يا بطل، ممتاز يا حلو، بارك الله. شكرا سانسي. العفو حبيبي. مجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الحليب. الحليب احنا نشرب الحليب
وأكو مشتقات أجبان وألبان وزبد، كل أنواع مشتقات الحليب اللي يدخل بيها الحليب. الحليب شنو فائدة جسمي؟ يعطي جسمي طاقة، شي يقوي لي أسناني وعظامي. شلون يقوي لي اياهم؟ ينطيهم كالسيوم. يعني من احصل على الكالسيوم؟ من احصل على الكالسيوم يا هاجر؟ هاجر؟ اهلا يا حلوة، من احصل على الكالسيوم؟ تفضل قطع. هاجر من احصل على الكالسيوم؟ على الكالسيوم؟ اي الكالسيوم من احصله؟ من يا مجموعة غذاء؟ مجموعة الفواكه. لا مو من الفواكه الكالسيوم، انا من احصله؟ من يا مجموعة حليب؟ حليب عافية، من مجموعة الحليب. الحليب انا من اشربه يعطيني كالسيوم، يقوي أسناني، يقوي عظامي. شكراً يا حلوة، وأعتذر عن انقطاع الصوت لأن الإنترنت ضعيف. شكراً. عفو حبيبتي. المجموعة الأولى قلنا فواكه وخضروات اللي أحصل من عندهم على فيتامين سي. المجموعة الثانية هي مجموعة الحليب، من أحصل على الكالسيوم؟ من مجموعة الحليب. المجموعة الثالثة هي الدهون والسكريات. المجموعة الثالثة، العفو الرابعة، هي الدهون والسكريات. الدهون اللي هي من الزيوت، زيت الزيتون، الزيت النباتي. والسكريات اللي هي الآيس كريم، النساتل. بس احنا نبتعد عن الأشياء الغير صحية، هاي كلها تعتبر غير صحية. اعتمد على الغذاء الصحي، يعني السكريات الطبيعية اللي هي من التمر أحصلها، الدبس، العسل المذكور بالقرآن. أتناول هذا يكون حلال طبيعي، أفضل من النساتل وأفضل من يكون الغذاء هذا يعتبر غير صحي. بس أنا من أحصل على مجموعة الدهون والسكريات؟ أن السكريات اللي قلنا عليها، العسل، الدبس، التمر، هذا يعتبر غذاء طبيعي، غذاء صحي. إذا كم مجموعة صارت عندي هسه؟ كم مجموعة؟ شوفي بالكاميرا كم مجموعة؟ أربعة صارت، مجموعة الفواكه، مجموعة الخضروات، مجموعة الحليب، مجموعة الدهون والسكريات. يا بطل يقدر يعدد لي اياهن؟ أربعتين كوثر. يلا يا كوثر، يلا يا كوثر. نعم سامسي. يلا يا حلوة، ما هي مجاميع الغذاء الصحي؟ الخضروات والفواكه والحليب والسكريات. ممتاز يا بطلة، بارك الله فيكي. شكرا سامسي. عفو حبيبتي. المجموعة الخامسة، المجموعة الخامسة اللي هي مجموعة اللحوم. مجموعة اللحوم، اللحوم عندي اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. الحمراء هي لحم البقر ولحم الغنم، هذا اللحم الأحمر. واللحوم البيضاء هي السمك والدجاج، وعندي كذلك البيض. مجموعة اللحوم شنو تشمل عندي؟ تشمل اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض. مجموعة اللحوم اللي تشمل لي اللحوم البيضاء اللي هي السمك والدجاج، هنسميها لحوم بيضاء. واللحوم الحمراء اللي هو لحم الغنم ولحم البقر وكذلك البيض. من مجموعة اللحوم، المجموعة الخامسة شنو اسمها؟ اشروا لي بالكاميرا. مجموعة اللحوم اللي هي اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. البيضاء قلنا الدجاج والسمك، وهم يزود جسمي بالطاقة وأنمو أكبر. كل أنواع الغذاء، كل المجاميع اللي أنا أتناولها تزود جسمي بالطاقة وتجعلني أنمو أكبر وتقوي جهازي المناعي. زين مجموعة اللحوم تنطيني بروتينات، أنا من أتناول اللحوم تنطيني شنو؟ بروتينات تقوي عضلاتي، خصوصا الرياضيين
يلعبون رياضة بالقاعة، يقولونهم تناولوا لحوم بكميات كبيرة على مود تقوي عضلاتهم، لأنه اللحوم بأنواعها شنو ينطيني؟ بروتين. شنو ينطيني؟ بروتين. مجموعة اللحوم قلنا لحوم حمراء ولحوم بيضاء. البيضاء اللي هي السمك والدجاج، واللحوم الحمراء اللي قلنا هو لحم غنم ولحم البقر، وكذلك البيض من ضمن مجموعة اللحوم. هاي المجموعة الخامسة. المجموعة السادسة مجموعة الخبز والرز. مجموعة الخبز والرز. المجموعة السادسة مجموعة الخبز والرز، اللي هو الرز اللي يتمن اللي احنا نتناوله، والخبز والمعكرونة. هاي مجموعة نسميها النشويات. هاي من كثر من عدها هواية نسمنه، هم تفيد جسمي، جسمي يحتاج إلى النشويات بس بكميات معتدلة. هاي نسميها مجموعة الخبز والرز، من كثر من عدها هواية نسمنه. اللحوم تقوي عضلاتي، تعطيني بروتين وتعطيني طاقة وتقوي جهازي المناعي، كذلك مجموعة الخبز والرز من أتناولها تعطيني طاقة وتجعلني أنمو أكبر. إذا كم مجموعة غذاء صارت عندي؟ كم مجموعة؟ يقدر يعدد لي إياهن يا بطل؟ يا بطل يقدر يعدد لي إياهن ضي؟ يلا يا ضي. نعم سانتي. يلا ما هي مجاميع الغذاء يا ضي؟ مجموعة الفواكه، مجموعة الخضروات، مجموعة اللحوم، مجموعة الخبز والأرز، مجموعة الحليب، مجموعة الحليب، ومجموعة السكريات. السكريات ودهون. زين، السكريات ودهون نتناولها بكميات كبيرة؟ لا نتناولها بكميات قليلة. شكرا يا بطلة وبارك الله فيكي. اختار تلميذ اخر يعدد لي مجاميع الغذاء الصحية. ابو الحسن. ابو الحسن. نعم شانسي. يا بطل اهلا يا حلو. ما هي مجاميع الغذاء الصحية؟ كم مجموعة؟ كم مجموعة؟ قسموا لي اياها. كم مجموعة؟ 11. لا، 6. كم مجموعة؟ 6 مجاميع الغذاء الصحي. كم مجموعة يا أبطال؟ أشروا لي بالكاميرا. 6. 6 مجاميع. 6 مجاميع. أول مجموعة شنو يا بطل؟ مجموعة الفواكه. فواكه والخضروات. مجموعة الفواكه والخضروات. المجموعة الثالثة شنو قلنا؟ مجموعة الحليب. ممتاز. والمجموعة الرابعة الدهون والسكريات. والمجموعة الخامسة شنو أمامك هنا؟ خبز. الخبز والرز. وبعد المجموعة السادسة والأخيرة شنو أمامك بالصورة؟ مجموعة اللحوم. إذا كم مجموعة يا بطل؟ 6. 6 وأحد عشر. شكرا يا حلو. كل هاي المجاميع الغذاء أنا من أتناولها شنو تنطي جسمي؟ أفتح لكم المايكات. شنو تنطي جسمي من أتناولها؟ شنو تنطي جسمي؟ طاقة. يا أبطال تنطي جسمي طاقة. ماذا تعطي جسمي؟ تنطي جسمي طاقة لكي أنمو أكبر. كم مجموعة غذاء؟ أشروا لي بالكاميرا. كم مجموعة؟ كم مجاميع الغذاء؟ 6. كم مجموعة يا فطومة؟ 6. يا كوثر؟ 6. ممتاز. يا زنوبة ويا زينب وسام؟ 6 مجاميع غذاء. مصطفى ممتاز. تمارا كم مجموعة؟ 6. ممتاز. يا جنة. محمد افتح لي الكاميرا. محمد أنس. 6 مجاميع غذاء. أول مجموعة قلنا مجموعة الفواكه، ثاني مجموعة
مجموعة الخضروات. أريدك تكررون بعدي. أول مجموعة، مجموعة الفواكه. أول مجموعة، مجموعة الفواكه. ثاني مجموعة، مجموعة الخضروات. ثالث مجموعة، مجموعة الحليب. ثالث وحدة، مجموعة الحليب. رابع وحدة، مجموعة الدهون والسكريات. الدهون والسكريات. خامس وحدة، مجموعة اللحوم. مجموعة اللحوم. سادس وحدة، مجموعة الخبز والرز. كل هاي المجاميع شنو تنطي جسمي؟ طاقة. تنطي جسمي طاقة، تجعلني أنمو أكبر. زين، أنا من أحتاج كالسيوم، على يا مجموعة أروح؟ أختار دالين. دالين، أهلاً يا دالين. دالين، أنا جسمي من يحتاج كالسيوم، على يا مجموعة أروح أتناولها كالسيوم؟ أكو مجموعة تنطيني كالسيوم يقوي عظامي وأسناني. يا مجموعة، اللحوم لو الحليب؟ الحليب. مجموعة الحليب. شكرا يا دالين. نعم حبيبتي. نعم دالين. الحليب اكو بعد اشياء تصيبها، السكريات اكو اشياء تصيبها بالحليب، العجينه. ممتاز. اي ممتاز. ها اني احنا قلنا الحليب نصنع من عنده، شكرا يا حلوه، اجبان نصنع من عنده، لبن نصنع من عنده، قشطه، كله من الحليب نصنعه. فاذا زين، احنا المجموعة اللي اخذ من عندها كالسيوم على الحليب. زين، اللي انا جسمي في حال احتاج فيتامين سي، على يا مجموعة اروح؟ اريد واحد مشارك. حسين. نعم ست. اهلا يا حسين. انا جسمي يحتاج فيتامين سي، على يا مجموعة اختار فيتامين سي قوي جسمي وينطيني مناعة؟ يا مجموعة، هن اثنين وقلنا عليهم خوات. اللحم. لا لا، اللحم لا، مو اللحم. منو عندنا قلنا خوات بالصورة أمامك؟ الفواكه والخضروات. الفواكه والخضروات أحصل من عندهم على فيتامين سي. شكرا يا بطل، شكرا يا حلو. كم مجموعة غذاء؟ ست مجاميع. ست مجاميع غذاء، مجموعة الفواكه، مجموعة الخضروات، مجموعة الحليب، مجموعة الدهون والسكريات، مجموعة اللحوم، مجموعة الخبز والرز. كلها شنو تنطيني؟ تنطيني طاقة. العلماء انه اختصوا هاي المجاميع ووضعوا لي اياها بهذا المثلث. هذا شنو سميته؟ يسموه المثلث، سموه الهرم الغذائي. المجاميع الغذاء وضعوا العلماء بهذا المثلث، هذا شنو اسميه؟ هرم الغذائي، الهرم الغذائي. اني يوميا لازم يوميا انه اني اتناول هذا الهرم الغذائي، يعني من الصبح صباحا الى الليل انه اني متناول هذا الهرم الغذائي كله، بس بكميات معتدله. يعني قسموا جسمي الى ست مجاميع، يعني لازم يحتاج هاي مجاميع الغذاء جدا يتناولها، جدا ضروريه. يعني لازم مثلا اليوم حسين تناول النشويات اللي هي الخبز والرز، تناول مجموعه معينه، تناول فواكه، تناول خضروات، تناول لحوم، وتناول مجموعه الحليب، وعاف مجموعه السكريات. انا جسمي هم يحتاج سكر بس بكميات قليلة، قسموا لي اياها هاي المجاميع الجسم يحتاجها. كل مجموعة شقد يحتاجها جسمي؟ السكريات يحتاجها جسمي بس بكميات جدا قليلة. التلاميذ يستمعون صوتي واضح؟ نعم.
فإذا مجاميع الغذاء الستة ونوضعوها بهذا المثلث، هذا شنو اسمه؟ الهرم الغذائي. شنو اسمه؟ الهرم الغذائي. ما هو الهرم الغذائي؟ هو الذي يحتوي على كل مجاميع الغذاء. ما هو الهرم الغذائي؟ هو الذي يحتوي على كل أنواع مجاميع الغذاء. كل مجاميع الغذاء الستة وضعوها بهذا الهرم. عندي اللحوم، مجموعة اللحوم قلنا تنطي جسمي بروتينات. أنا من أحصل على البروتينات أنا مد أقوي عضلاتي؟ من اللحوم، من مجموعة اللحوم. انتبه ماما أبو الحسن وياي، من مجموعة اللحوم. عندي مجموعة الحليب تنطي جسمي كالسيوم، من يقل الكالسيوم بجسمي منين أروح أحصل على الكالسيوم؟ من مجموعة الحليب. عندي مجموعة الفواكه والخضروات تنطي جسمي فيتامين سي. احنا هسه أغلب الوقت نتداول فيتامين سي، نتداولها حبوب، بس هي عندي موجودة بالفواكه وبالخضروات. عندي الفلفل الأخضر، كل أنواع الفواكه والخضروات تنطيني فيتامين سي وتفيد جسمي، تقوي جهاز المناعي. إذن هذا شنو اسمه المثلث اللي أمامي؟ شنو اسمه؟ راح أفتح لكم المايكات. شنو سموا لي؟ شنو اسمه هذا؟ شنو اسمه؟ الهرم الغذائي. الهرم الغذائي. شنو اسمه؟ الهرم الغذائي. الهرم الغذائي. الهرم الغذائي، هذا اسمه الهرم الغذائي. يعني المجاميع الغذاء الستة اللي تعرفت أنا عليهم وضعوها العلماء بهذا المثلث. هذا المثلث يعني سموه الهرم الغذائي. كل مجموعة يحدد لي نسبتها اللي يحتاجها جسمي. يحتاج جسمي بكمية كبيرة من الخبز والرز، وبعدين يحتاج فيتامين سي اللي هي الفواكه والخضروات، ويحتاج بروتينات أحصلها من اللحوم، ويحتاج كالسيوم أحصلها من الحليب ومشتقاته، ويحتاج كمية قليلة جدا من السكريات. نتجه إلى السكريات الطبيعية اللي هي عسل، تمر، هذا سكريات طبيعية. دبس أفضل من المساتن والأنواع الأخرى السكريات اللي تأذي أسناني وتسبب لي تسوس. فإذا هذا شنو اسمه؟ الهرم الغذائي. يحتوي على كل مجاميع الغذاء. كم مجموعة أنا عندي؟ مجموعة غذاء كم مجموعة؟ ما هي مجاميع الغذاء؟ ستة. من يقدر يعدد لي اياهم؟ مصطفى بشار، يلا يا مصطفى. عم سانسي، ما هي مجاميع الغذاء؟ مجموعة الخبز والرز، مجموعة الفواكه، مجموعة الخضروات، مجموعة الحليب، مجموعة دهون السكريات، مجموعة اللحوم، مجموعة. هذا هو ستة مجموعة. ممتاز يا بطل. آخر مجموعة السكريات. زين، العلماء وضعوا هالمجاميع الغذائية بهذا المثلث. هذا شنو اسمه؟ الهرم الغذائي. الهرم الغذائي. ممتاز يا بطل، بارك الله فيك. عفو حبيبي. اختار تلميذ آخر. سيوفي. عمشانتي، يلا يا سيوفي، ما هي مجاميع الغذاء؟ الدجاجة وال ال 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 مجموعة اللحوم، والسكريات والخضروات، ومجموعة الفواكه، الفواكه ومجموعة الحليب، ومجموعة مجموعة الخبز والرز. الخبز والرز، هاي كل مجاميع الغذاء. شنو تنطي جسمي يا سيوفي؟ تعطيني فيتامين وتعطيني أشياء هواي على مدة تقوي جسمي. ممتاز. مو إذا ما ناكل هلا حصير جسمي يعني حتى ما أقدر أمشي، راح أصير تعبان، يعني حتى فاهم ما أعرف
ممتاز يا بطل، تنطي جسمي طاقة. ممتاز يا حلو. تنامي ليش فتحت الكتاب ماما؟ ليش نفتح الكتاب؟ وفي الكتاب انتبه وياي. يلا يا تمارة، يلا يا تمارة. نعم سانسي. أهلا يا حلو. نعم سانسي. ما هي مجاميع الغذاء يا تمارة؟ هسه أول شي السكريات واللحوم والفواكه، والفواكه والخضروات واللبن ومجموعة الحليب والخبز واللحم. ممتاز يا حلوة. زين أسألك يا حلوة، المجاميع الغذاء الستة وضعوا لي إياها بهذا المثلث، شنو أسميه؟ الهرم الغذائي. الهرم الغذائي. ممتاز يا بطلة، ممتاز يا حلوة، بارك الله فيكي. اختار تلميذ اخر. هاجر شاركت، ضي ايضا شاركت، حسن اريد يشارك. حسن. نعم سانسي. يلا يا حسن، ما هي مجاميع الغذاء الصحي يا بطل؟ اللحوم، مجموعة اللحوم، مجموعة الحليب، مجموعة الفواكه، مجموعة الخضروات، مجموعة الدهون والسكريات، مجموعة الرز، مجموعة الخبز. زين هاي كلها شو تنطي جسمي؟ كلها شنو كلها تنطي جسمي؟ طاقة. طاقة. ممتاز يا بطل، خليني مو أكبر. أبو الحسن، أبو الحسن تسمعني ماما؟ نعم سانسي. يلا يا أبو الحسن، ما هي مجاميع الغذاء؟ مجموعة اللحوم والفواكه والخضروات ومجموعة اللبن مجموعة الحليب والخبز والرز. كم مجموعة هي؟ كم مجموعة؟ ست مجاميع. ست مجاميع نعدتها أنا وياك. مجموعة السكريات والدهون، السكريات واللحوم والحليب والفواكه والخضروات والرز. والرز. ممتاز يا بطل. العلماء وضعوا لي هاي المجاميع في مثلث، هذا شنو أسمي المثلث؟ الهرم الغذائي. الهرم الغذائي. ممتاز يا بطل. إذن الهرم الغذائي يحتوي على كل مجاميع الغذاء الصحية. أختار تلميذ مشارك. محمد أنس. يا حمودي. نعم سانسي. من يا حمودي، ما هي مجاميع الغذاء الصحي يا حمودي؟ نعم سانسي. ما هي مجموعة الغذاء الصحية يا حمودي؟ محمد أنس. سانسي انت تجي. يلا يا حمودي، ما هي مجاميع الغذاء؟ فيتامينات. اعتذر من عندك يا حمودي، ماذا اسمع صوتك، صوت متقطع. اختار تلميذ اخر. زينب وسام. زينب وسام. نعم سانسي. يا زنوبة، ما هي مجاميع الغذاء الصحية يا زنوبة؟ اللحوم والحليب والدبس والأرز والفواكه والخضروات. ممتاز يا حلوة. زين العلماء وضعوا لي هات مجاميع بهذا المثلث، شنو أسمي هذا؟ الهرم. ممتاز، الهرم الغذائي. زين أسألك شو الهرم الغذائي؟ زين أني من أريد أتناول أحصل جسمي يريد كالسيوم، على يا مجموعة أروح؟ جسمي يحتاج كالسيوم، يا مجموعة أزيد من لحوم؟ كالسيوم يقوي عظامي وأسناني. الحليب. الحليب. ممتاز يا بطلة، ممتاز، بارك الله فيكي. شكرا يا زنوبة. دالين. دانيل. أنساني شاكت. ما يخالف يا دانيل، ما هي مجاميع الغذاء بسرعة؟ مجاميع الغذاء؟ أي الفواكه، الخضروات، اللحوم، الأجبان،
السكريات مجموعة الحليب والرز. زين العلماء وضعوا لي هاي المجاميع في هذا المثلث، شنو اسمي هذا المثلث؟ مثلث الكالسيوم؟ لا لا، الهرم الغذائي. شنو اسمي؟ مثلث الهرم الغذائي. في الهرم الغذائي لكل مثلث، بس هو اني دا اشبه الشيا المجاميع الستة وين وضعوها بهذا المثلث؟ شنو اسم هذا؟ الهرم الغذائي. اختار احمد. احمد سرمد. احمد. نعم سنسي. يلا يا احمد، ما هي مجاميع الغذاء الصحية يا بطل؟ إنها ستة، تقدر تعدد لي اياهم؟ احمد ماما تسمعني؟ اختار تلميذ اخر. هاجر شاكت. فاطمة الزهراء. ياسر. ياسر. نعم سانسي. يلا يا بطل، ما هي مجاميع الغذاء؟ كم مجموعة؟ ستة. ستة، تقدر تعدد لي اياهم؟ اجل. يلا يا بطل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. مجموعة شنو هاي نسميها؟ الدهون والسكريات. المجموعة الأخرى مجموعة اللحوم. اللحوم. مجموعة شو نسميها هاي؟ الحليب. الحليب. ومجموعة الرابعة الفواكه. والمجموعة الخامسة مجموعة الخضروات. والمجموعة السادسة الخبز والرز. المجموعة السادسة الخبز والرز. يا بطل، إذا مجاميع الغذاء إيش قد عددها؟ عاد أشوفها بالكاميرا. ستة. ممتاز يا أبطال، ستة. نعددها أنا وياكم بصورة سريعة. مجموعة الدهون والسكريات. أول مجموعة أريد تأشرون بإيديكم. الدهون والسكريات. المجموعة الثانية مجموعة اللحوم. قلنا لحوم حمراء ولحوم بيضاء ومنها البيض. المجموعة الثانية مجموعة اللحوم. المجموعة الثالثة مجموعة الحليب. المجموعة الرابعة مجموعة الفواكه. رقم أربعة. المجموعة الخامسة مجموعة الخضروات. المجموعة السادسة مجموعة الخبز والرز. راح أعددها آخر مرة وتكررون بعدي وتأشر على إيدك. أول مجموعة الدهون والسكريات. أول مجموعة مجموعة الدهون والسكريات. المجموعة الثانية مجموعة اللحوم. أشر على إيدك. مجموعة اللحوم. المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الحليب. المجموعة الرابعة مجموعة الفواكه. المجموعة الخامسة أشروا على إيديكم مجموعة الخضروات. والمجموعة السادسة مجموعة الخبز والرز. كلها وين وضعوها هاي؟ بهذا المثلث نسميه الهرم الغذائي. ما هو الهرم الغذائي؟ يحتوي على كل مجاميع الغذاء. جدول التعلم لهذا اليوم. ماذا أعرف؟ أهمية الغذاء الصحي. ماذا أريد أن أعرف؟ ما هو الغذاء الصحي؟ ما هو تعريفه؟ ماذا تعلمت؟ أنه عرفت أن الغذاء الصحي هو الذي يحتوي على كل أنواع الغذاء الذي يحتاجه جسمي.
احنا قلنا جسمي كم مجموعة يحتاج؟ الى 6 مجاميع. وان شاء الله مراجعة الدرس نحلها وياكم في الدرس القادم. الى اللقاء يا ابطال، كنتم رائعين ومتميزين.